السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الإخوان طرحوا الأسئلة، تاع واحد يقول لك مجانية، واحد يقول لك فيها ريفري. نحكيو على بطاقة سويس بنك اللي تابعة دوكاسكوبي. بطاقة دوكاسكوبي هذه، شوفوا جماعة باش ما تحطوش فيها في غلط، كاين هنا كما راكم تشوفوا هنايا دوكاسكوبي، هذه خاصة بجماعة في سويسرا اللي هي، وحنايا مدارينا اللي عايشين في الخارج، باريكسون في الخارج سويسرا، خارج الاتحاد الأوروبي، مدارينا البطاقة هذه تاع سويس بنك، هي ماستر كارد. الماستر كارد هذه واش فيها العمولات؟ فيها ثلاثة عمولات. العمولة الأولى هي سي اف، سي اش اف، العملة السويسرية، أورو، دولار. البطاقة العملة تاعها السعر تاعها 15 أورو، ودوك أسافوار ساعة ديروها روميز 7 أورو، ساعة 25، حاليا راهي 15 أورو. اللي يشوف الفيديو خطرة جاية ربي يعلم واش كاين، اسكو يقلبوها بلاش يزيدوا ما على بالناش. العمولة الشهرية هذا اللي يهمنا هنايا في الجزائر وكامل الشعب الجزائري والمغرب العربي، واش يهم مهم المجاني. العمولة الشهرية مجانية، البطاقة راهي مجانية الإخوان الكرام كما راكم تشوفوا هنايا، البطاقة راهي مجانية 100%، ما تخلص لا في الشهر لا في العام. نرجعوا للتحويل من حساب متعدد العمولات، تقدر تفيها كيما وايز عندها في عندك فيها شكون والله أعلم 20 ولا فايت 20 حساب بنكي، تقدر ديرها نورمال أورو، دولار، دولار كندي، أي عملة تحب ديرها ديرها، تفتح لها حساب عادي خلاص. تحويل من حساب لحساب متعدد العمولات، عندك 0.75 بار اكزومبل، نتايا بالحسابات اللي عندك الداخل تقدر نورمال عندك 0.75 اسمها حاجه ماشي حاجه. خلينا هذه ما يهمناش، نحولها الى حساب. عمليه الشراء هنايا وين يهم الاشخاص، هنا عمليه الشراء. عمليه الشراء الاخوان الكرام راهي تستقام 1 اورو، 1 دولار، 1 فرنك سويسري. هنا يا جماعه شوفوا، نهضر لكم نديروا بوز هنا ونحكيوا على الامر هذا. شوفوا، ما خير بطاقة مضمونة ترقد هاني وتنوض هاني، ولا بطاقة تبات حاك بقرشك وتتخبى ورا فرنسا ورا اسبانيا، وكل ساعة دير ادريس وتجري، اما غلقولي دارولي عملولي. شوف جو بريفير هنايا 1 دولار، شحال تسقامنا؟ سقامنا 20 ألف، 22 ألف، نشري حاجة بمليون، 2 ملايين، ولا كي نروح للخارج ولا هنايا. شوف هادي 20 ألف يا جماعة ما راح دير لك والو، والله ما راح، ما تقوليش نشري نشري نشري، نحكيليش حكايه الصرف، نحكيو انسان حاب يدير بنكه مليحه اللي يسمى يخدم بها ديما ويدير بها تحويلات بنكيه واللي تحتاج عليها ديما. بنك السويسري غني على التعريف، 1 اورو انا نظن في نظري الخاص ما راهيش تاثر. هذه لا بنك يا جماعه، ما نقولكش اشري بها هنا، خليها على حسره خبي فيها دراهمك، هذا واش راح نقول لك. برك تقدر تخبي فيها دراهمك اخي الكريم، ما يصرى لك والو وما تخافش. تحب تشري عندك بطاقات بزاف، عندك ماي فين، عندك ريدوت باي، ليسونس البنك كذا، ما عندك ما تعير فيه. وهنايا اجهزه التصرف الالي خلينا خلينا دي تبك ما كاينش تروح جبد كاش، وهنا كيف كيف اجهزه التصرف الالي في الخارج. هذا ما كان ليسونس حنا واش يهمنا، يهمنا هذه العموله الشهريه ما كاينش. كاش ما عندكم سؤال ولا اي شيء اتركوه في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.